التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، معالي لي حسين لونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة الصديقة، وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في قصر الوطن في أبو ظبي سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سنغافورة. وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تحرص على مد جسور الصداقة والتعاون مع الدول كافة، مشيرا سموه أن صاحب السمو رئيس الدولة يولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع جمهورية سنغافورة والاستفادة المتبادلة من التجربة التنموية والاقتصادية لكلا البلدين، والعمل على استكشاف مجالات نوعية إضافية تخدم الطرفين. وأشار سموه إلى الرغبة المشتركة في تعزيز وزيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم الشراكات الإماراتية والسنغافورية للاستفادة من الفرص والاستثمارات المتاحة في مختلف المجالات ذات الأولوية، لا سيما دعم مبادرات البحث والتطوير في المجال التكنولوجي ما يسهم في دفع التنمية والازدهار في البلدين.